كل التحية لزميلي العزيز أحمد سمير، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. وفي البداية زميلي أحمد، يعني تسمح لي أتقدم بخالص العزاء للزميل العزيز محمد أبو علي في وفاة والدته أسكنها الله فسيحة جناته وألهمهم الصبر والسلوان. أكيد خلاص يعني بتفصلنا لحظات وساعات قليلة عن انطلاق مباراة الحلم، مباراة كبيرة جدا، خلاص 90 دقيقة نتمنى إن شاء الله يكون فيهم توفيق ربنا سبحانه وتعالى مع فريق النادي الأهلي. النهاردة مباراة بتحمل كتير جدا من المعطيات، بتحمل كتير جدا من الأمال، من الأحلام، من كتابات، من سطور كتير في التاريخ. إن شاء الله لاعبي النادي الأهلي يكونوا قادرين النهاردة يكتبوا صفحات كتيرة النهاردة إن شاء الله في هذه المباراة. خلينا أطمنك زميلي أحمد إن منذ لحظات انتهت المحاضرة الفنية المستر بيتسو موسيماني، طبعا بيتكلم فيها على آخر الأمور الفنية وآخر الأمور الخاصة بالتكتيك، وطبعا من خلالها يعني بيأكد على التشكيل اللي هيخوض به أحداث اللقاء. أول ما خرج اللعيبة من المحاضرة زميلي أحمد، أنا بحاول أنقل لك التفاصيل وننقل لجمهور النادي الأهلي نعيشه الأجواء، ملامح اللاعبين، وجوه اللاعبين، تركيز ثم تركيز، الوجوه بقت مختلفة. خلاص عندنا 90 دقيقة، اللعيبة بدأت تدخل في أجواء المباراة من هنا، من لحظة الخروج من المحاضرة اللعيبة بدأت تدخل في أجواء المباراة أكنك موجود في مركب محمد الخامس. شخصيات لعيبة النادي الأهلي في التعامل مع هذه المواقف وخبرات لعيبة النادي الأهلي إن شاء الله مع توفيق ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله تكون حاضرة النهاردة. زميلي أحمد أطمنك إن هو خلال يعني بعض لحظات هيتم التحرك إلى مركب محمد الخامس اللي بيبعد عن مقر إقامة فريق النادي الأهلي ب 20 دقيقة. طبعا متحدد للنادي الاهلي ان الحضور الى ملعب المباراه قبل انطلاق المباراه بساعه ونصف. طبعا المباراه من المقرر انطلاقها في 8 بتوقيت المغرب، 9 بتوقيت القاهره، وباذن الله وباذن الله تكون يعني مباراه من المباريات التاريخيه اللي دايما بنقول ان رهاننا بيكون على شخصيات لاعبي النادي الاهلي. دايما في المواقف الصعبه بيظهر معدن لعيب النادي الاهلي، اللعيبه اللي عارفه يعني ايه قميص النادي الاهلي. فباذن الله زميلي احمد الامور تكون مهيئه، القتال والروح اللي نشوفها من اللعيبه ان شاء الله نشوفها خلال ال 90 دقيقه باذن الله. طيب اتكلم معاك في الموضوع بدايه، يعني في مقر الاقامه واصل لكم حاسين سامعين بالقصه اللي حصلت بتاعه مكان الجماهير النادي الاهلي في ملعب المباراه، البنرات، ازمه الحاجات دي، وصلكم في مقر الاقامه حاسين بيها ولا منفصلين تماما او بعيد تماما عن الصوره والمشهد عندك؟ يعني خليني زميلي احمد اوضح نقطه مهمه جدا، اللعيبه مفصوله تماما عن هذا الامر. الكابتن محمود الخطيب والدور الكبير لمجلس اداره النادي الاهلي في فصل وعزل اللاعبين وسرعه اتخاذ القرارات وسرعه التحدث وسرعه يعني سلك الطرق والسبل للبحث عن والحفاظ على حقوق النادي الاهلي. وانا باكد على هذا الامر، حقوق النادي الاهلي وليست مطالب النادي الاهلي. اتصالات بتجرى على اعلى المستويات وعلى كافه المستويات. وخلينا ناكد زميلي احمد على عمق العلاقه اللي ما بين الشعب المصري والشعب المغربي. العلاقات بتستمر، 90 دقيقة بتخلص لكن ما يبقى هو ما بعد 90 دقيقة، ده اللي بنأكد عليه. لكن الكابتن محمود الخطيب بمجلس إدارة النادي الأهلي خلية نحل داخل مقر إقامة الفريق مع عزل تام للاعبين عن أي أحداث. الكابتن خطيب اتكلم مع الكابتن سيد، أنتوا دوركم داخل 90 دقيقة، اللاعبين، الجهاز الفني دوركم داخل 90 دقيقة، أي أمور تانية إحنا متكفلين بيها، إحنا هنقدر إن إحنا نتحرك. طبعا زميلي أحمد الأمر الخاص بالجمهور، وخليني يعني سريعا أسرد لك الأمر والتفاصيل والكواليس من خلالك ومن خلال قناة النادي الأهلي. النادي الاهلي قبل المباراه وقبل يعني منذ 5 ايام كان في اجتماع ما بين مسؤول النادي الاهلي ومسؤول الكاف، وطبعا تم التاكيد خلال زياره الكابتن الخطيب لملعب ومركب محمد الخامس على تحديد مكان الثالث يمين هو مقر جلوس جماهير النادي الاهلي. وتم التاكيد من مسؤولي الكاف ان النادي الاهلي هيعلق بانرات بتحمل شعار النادي الاهلي، نادي القرن، اعظم نادي في الكون، كلها امور. احكي لك بس سريعا لان في كواليس وتفاصيل مهمه. فضل. المسؤولين عن التنظيم قال لك احنا لازم نطلع سريع، نطلع على البنرات علشان نشوف هل هتحمل عبارات مسيئه ولا لا. شافوا البنرات واطلعوا عليها، لقوا العبارات، البنرات عباره عن اعظم نادي في الكون، النادي الاهلي، نادي القرن. قال لك لازم نعرضها على الحماية المدنية علشان نتأكد هل قابلة للاشتعال ولا لا. مسؤول الأهلي قالوا ان الخامة اللي مصنوع منها البنرات هي نفس الخامة اللي بيستخدمها الكاف. تم عرضها على مسؤول الحماية المدنية، اقروا بسلامة وصحة هذه البنرات. قال لك لا، هنعرضها على مسؤول الأمن. فتم العرض الامر على مسؤول الامن، قال لك ما عنديش اي مشكله. تم التحديد امس ان النادي الاهلي يروح يتوجه الى الملعب المباراه علشان يعلق البنرات 4 ساعات أو 5 ساعات. الكابتن حسام غالي مع الكابتن امير توفيق، المهندس خالد مرتجي موجودين علشان يعني يعلقوا البنرات. قال لك لا، تعال بكره ان شاء الله الساعه
12. جه النادي الاهلي النهارده قال لك الوقت هيبقى قصير وده يوم انطلاق المباراه، توجه النادي الاهلي علشان يعلق البنرات، اكتشف ان مقر جلوس لجماهير النادي الاهلي اتغير من الثالثه يمين لمكان ما بين الثالثه يمين واولى يمين الخاصه بجماهير الوداد. يعني جماهير الوداد هتبقى في الثالثه يمين، والمكان اللي في النص هيبقى جماهير النادي الاهلي، والدرجه الاولى جماهير الوداد. النادي الاهلي طبعا رفض، وكان على طول اتصالات على اعلى المستويات من خلال الكابتن محمود الخطيب مع مسؤول السفاره مع المهندس خالد دمرتجي، تم الحديث والنادي الاهلي اتكلم وطالب بحقوقه، وبالتالي تمسك الاهلي بمطالبه، تمسك النادي الاهلي بحقوقه، وتم التاكيد ان النادي الاهلي خلاص جماهير النادي الاهلي هتجلس في مقر اللي تم تحديده مسبقا وهو الثالثه يمين، وتم تعليق البنرات الخاصه بجمهور النادي الاهلي. هطمنك برضو زميلي احمد على اماكن دخول جماهير النادي الاهلي، هيكون دخول جماهير النادي الاهلي من خلال بوابتين، بوابه رقم 5 والبوابه رقم 7. البوابتين بوابات الكترونيه، بعد ما دخل جزء من جماهير النادي الاهلي. زميلي احمد انا بعيشك في الاحداث وبس الامر اللي بتسير، عايزك تنقل لنا الصوره بالكامل، وعايز اوضح كمان لانه انا عارف ان في جماهير وصلت النهارده يعني وصولها للمغرب، بس هيكون النهارده عشان تخش على حضور المباراه، فعايزين كمان حتى على صفحاتنا على السوشيال ميديا نقدم لهم كل الدعم وكل المعلومات المتعلقه بفكره الدخول لملعب المباراه والاماكن اللي هتكون موجود فيها جماهيرنا ان شاء الله. بالظبط زميلي احمد، كل الشكر لكل فرد وكل يعني كل من ساهم في منظومه النادي الاهلي في حضور جمهور النادي الاهلي الى هنا الى المغرب. طبعا اللي في الشركات اللي تم تكلفها من قبل النادي الاهلي، باكد لك الرحلات اليوم الواحد تم وصولها الى المغرب، وتم استلامهم التذاكر وحصولهم على التاشيرات، وتم توجههم الى ملعب المباراه. بوابتين زي ما قلت لك زميلي احمد، البوابه رقم 5 والبوابه رقم 7 هم بوابات دخول جمهور النادي الاهلي. بوابات الكترونيه، دخل مجموعه من جمهور النادي الاهلي، فجاه مسؤول اللجنه المنظمه للمباراه قال لك في عطل في السيستم، هنستنى شويه علشان نصلح العطل. بعد شويه دخل عدد قليل، وبعد كده رجع قال لك في عطل. يعني في امور بتبقى فيها تعنت زميلي احمد، بتبقى الجماهير واقفه متكدسه على الباب، بيبقى كلها امور يعني من الممكن تؤدي لاستفزازات مع الجمهور، ولكن الكابتن محمود الخطيب في تواصله مع السفاره المصريه، في التواصل مع كل المسؤولين، ضروره التزام ضبط النفس، ضروره الالتزام، ضروره نقل صوره عن الجمهور المصري، عن الجمهور النادي الاهلي، انها صوره تدل على التزام مسؤولي النادي الاهلي وايضا الجماهير المصريه. طيب زي ما قررنا فاروق، خليني اقف بس معاك في الجزئيه دي تحديدا. انت قلت لي البوابه رقم 5 والبوابه رقم 7 دول مخصصين للجمهور الاهلي فقط، مش هيدخل منهم او مش مسموح دخول جماهير الوداد منهم، يدخلونا على حسب ما المعلومه وصلتني سكشن 13 و15 في المدرجات، مظبوط كده؟ توضح لي برضو فكره بالفعل تقريبا اعداد الحضور لغايه دلوقتي، البوابتين مفتوحين او شغالين بشكل كامل دلوقتي، بحيث انه الناس تبقى عارفه كل تفاصيل في عمليه دخول الاستاد من عدم. في الوقت اللي انا بكلمك فيه زميلي احمد، بيتوافد جمهور النادي الاهلي على مركب محمد الخامس. طبعا زي ما حضرتك قلت ان البوابه رقم 5 والبوابه رقم 7 هم مختصين بالسكشن رقم 13 ورقم 15، ما لهمش اي دخول او اي بوابات اخرى غير الباب رقم 5 والبوابه رقم 7، والبابين مخصصين فقط لجمهور النادي الاهلي. للدخول من باب 5 ومن باب 7 ما تدخلش غير على السكشن رقم 13 والسكشن رقم 15، ما فيش اي منفذ ثاني. لو دخلت من الباب رقم 5 او الباب رقم 7 تدخل لاي مدرج من مدرجات نادي الوداد. البابين مخصصين فقط لجمهور النادي الاهلي. الوقت اللي انا بكلمك بتصل الرحلات اليوم الواحد، جماهير النادي الاهلي اللي بدات تتوافد، اللي موجوده كانت موجوده في مقر اقامه الفريق النادي الاهلي. طبعا المسؤولين في النادي الاهلي طلبوا الجماهير بالتوجه من الان الى الاستاد للحضور وتوفير جو ملائم ومناسب للعيبه قبل التوجه الى ملعب المباراه. رسائل كبيره جدا من الجمهور وصلت للاعبين من الامس وعلى مدار اقامه فريق النادي الاهلي. الجميع ورا هدف واحد، ان شاء الله البطوله تكون اهلاويه. طيب. 90 دقيقه يكون فيها توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، ان شاء الله ربنا يكرمنا زميلنا ان شاء الله باذن الله. خليني اخدك شويه وانقلك او انقل صوره
المرتبطه بفرقه الوداد. احنا يعني طبعا هنا في مصر تابعنا الايام الاخيره دي التصريحات الصحفيه لادكراك المدير الفني، تابعنا بعض الاخبار والله اعلم يعني مدى مصداقيتها او مدى صحتها، مرتبطه بغياب بعض الاسماء اللي ممكن تبقى مؤثره او المهمه في سكواد الوداد. انت بالتاكيد في المغرب وصل لك الامور بشكل يعني اكتر، او وصل لك الامور بشكل حقيقي اكتر، فتنقل لنا هل تتوقع ان يكون في اسماء حقيقي زي ما كان بيتقال الايام الاخيره تكون غايبه عن الفريق؟ الاوضاع، الاحساس العام في المغرب عندك، الاجواء المرتبطه بالماتش بتاع النهارده؟ اقدر احسم لك هذا الكلام زميلي احمد وانفرد من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي بتشكيل نادي الوداد، التشكيل الاقرب للمباراه طبقا للتدريبات الاخيره لوليد الرجراجي المدير الفني لفريق الوداد. وطبعا كان في كلام كثير عن طبعا غيابات او اصابات سواء اشرف داري او زهير المترجي او جلال الدودي، ولكن خليني اقول لك ونستعرض مع بعض تشكيل نادي الوداد اللي يعني تقدر تقول بنسبه 99% هو هيكون هذا التشكيل. هيكون في حراسه المرمى احمد التجناوتي، قدامه اثنين مساكين امين فرحان واشرف داري، على يمينهم يحيى عطيه الله وعلى شمالهم ايوب العملود، قدامهم وليد الرجراجي بيلعب بطريقه 4-1-4-1، قدام الاربعه بيلعب يحيى جبران، قدامه اربعه ايمن الحسوني وزهير المترجي وجلال الدودي وبديع اوك وراس حربه مبنزة. لو تم تبديل هيكون التبديل ما بين زهير المترجي وعبد الله حيمود. زميلي احمد ده التشكيل بنسبه 99% لفريق الوداد في هذه المباراه وطريقه اللعب اللي ممكن يلعب بيها وليد الرجراجي. طبعا انا باكد لك ان جاهزيه اللاعبين اللي قلنا اسمائهم اللي كانوا مصابين سواء اشرف داري سواء زهير المترجي او لاعب جلال الدودي انفراد من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي بتشكيل طبعا الاقرب والاصح باذن الله لفريق الوداد ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا.